لكن برضو كمان أخ إليا، يعني في مرات إحنا مش رح نعرف مين المزيفين. الرب في الدينونة أو في يعني في لما بحاكم البشر هو اللي رح يعرف. طبعا الروح بيميز، بيقدر يميز، بس إحنا ما بنقدر نقول هذا مؤمن غير مؤمن. صحيح. يعني إلا لا يعني ليوم الرب لما بيجي هو بالحصاد هو اللي بيميز. بس أنا بقول على حاجة أخي نزار، على حاجة بتقلق المؤمنين النهاردة. إيه ده؟ هل ده معقول مؤمن بيتصرف التصرف دوت؟ هل ده مسيحي معقول بيغش هذا الطريقة من الغش؟ بيبقى أمر صادم محير، بنقول له لا خلي بالك إن في زوان وفي حنطة. صحيح اللي هيعمل الفصل بين الاثنين الرب، لكن بحب آيتين حلوين قوي. واحدة قالها الرب يسوع عندما قال من ثمارهم تعرفونهم، ومرة بولس قال يعلم الرب الذين هم له، لكن ليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح.